معليك، إذا يعني إذا وضعنا في الاعتبار هذه المدة اللي هي من 5 إلى 7 سنوات، طيب إذا ارتددنا إلى الخلف 5 سنوات، هل ترى لو أنك خيرت وأنت خبير اقتصادي بين هذه الإجراءات التي اتخذت وأي إجراءات من نوع آخر، هل كنت ستختار نفس الطريق الذي امتطت صهوته السياسة الاقتصادية المصرية؟ الإجابة نعم، بس مش بأسلوب الإدارة الحالي لهذه الأشياء. تتفق مع السياسة العامة؟ أتفق مع السياسة العامة، لكن هناك اختلاف في التفاصيل. اختلاف في الإدارة. نعم، اختلاف في الإدارة. كان يمكن أن نحصل على نتاج أفضل من كده بكثير إن وصلت إدارة هذه المشروعات إلى الإدارة الكفء أكثر من هذا. طيب هل يمكن توضيح أكثر؟ على سبيل المثال، فضل. على سبيل المثال لو بنتكلم على صندوق تحيا مصر. نعم، صندوق تحيا مصر ده حاجة مهمة جدا. نعم، فتحناه ولمينا فيه اكتتاب او الناس حطت فيه فلوس او تبرعات وتم عمل بعض المشروعات القومية. طب ليه ما فتحناش صندوق تحيا مصر والاكتتاب العام الدولي؟ أيوه. ليه قصرنا على مصر؟ ليه ما سبتش المواطنين من اي دولة في العالم ممكن يساهم وياخد عوائد من هذا الصندوق؟ واخد بال حضرتك؟ ليه ما يتحولش لصندوق عالمي بحيث انه قائم على التبرعات، لا يكون قائم على العمل، قائم على مشروعات. يعني هل ترى سيادتكم ان هذه الفكرة عملية، يعني من حيث البعد السياسي أقصد. ممتازة من حيث البعد السياسي. ممتازة. نعم ممتازة. ليه؟ نعم. النهاردة حضرتك في دول، النهاردة حضرتك الصندوق اللي بتعمله السعودية او الصناديق اللي عملها الامارات دولية النشاط. لازم يعني هذه التجربة حدثت بالتأكيد. بالتأكيد عندك رائد في هذه في صناعة الصناديق الاستثمارية الولايات المتحدة، وفيها منها نوعين. نعم. يعني احنا مفروض صندوق تحيا مصر يطلع منه صندوق عقاري. ايوه. يكتتف فيه دوليا. هو احنا دلوقتي يسمعنا المواطنين والمسؤولين ايضا، فارجوك اطرح سيادتك فكرتك تماما وربما يؤخذ بها. صندوق تحيا مصر ينبثق عنه صناديق فرعيه. نعم. صندوق تحيا مصر نعتبره صندوق سيادي ينبثق عنه صناديق فرعيه، صندوق للعقارات. نعم. صندوق لاستثمارات الطاقه، صندوق لاستثمارات الزراعيه، صندوق للمشروعات الصغيره والمتوسطه، واخد بال حضرتك، والى اخره. نعم. هذه الصناديق تعمل متخصصه، واخد بال حضرتك، تعمل متخصصه كل في انا محتاج استثمارات في الطاقه. صندوق استثمار يتعمل صندوق لاستثمارات الطاقة، وممكن من صندوق استثمار الطاقة يتعمل بنك للطاقة، بنك يمول استثمارات الطاقة، يقرض المشروعات المتعلقة بالطاقة. دي اسمها صناديق متخصصة او اسمها صناديق استثمار مباشر. بمناسبة الطاقة، هل فعلا مصر سوف يأتي عليها يوم وتكون احدى كبريات الدول المصدرة للطاقة في المنطقة على الأقل؟ احنا مؤهلين لكده، بس ايه الخطوات؟ خطوات بطيئة للغاية ايضا، للغاية. ما زلنا نختلف مع اسلوب الادارة. الادارات بطيئة للغاية. تمام. يعني في المنقصات او التأهيلات اللي بتحصل تاخد عدد من السنوات. ليه؟ ذلك الروتين المقيت، تلك الفكرة. انا النهاردة موظف، انا النهاردة بكل بساطة، ايوه، انا لو مكان وزير الكهرباء انا ايه المستهدف بالنسبه لي؟ 8 جيجا متقدمين عندي كام شركه؟ 2000 شركه، اختار منهم 100 ووزع على كل شركه 50 ميجا تشتغلها. نعم. يبقى خلصت الشغل كله في وقت قياسي. نعم. وعملت الربط الكهربائي والنقل على الشبكه القوميه للكهرباء. ده بل بالعكس، المستثمرين دول اجبرهم ان هم يساهموا في تطوير الشبكه القوميه للكهرباء. نعم. اللي هينقل عليها كل الكهرباء الضخمه دي، واكون من دلوقتي عامل الربط الكهربائي بتاعي مع السعوديه ومع الاردن ومع دول افريقيا. نعم. بالعكس، انا ممكن اكون مركز كبير في العالم لاستثمارات الطاقه، خلي كل الدول في العالميه المهتمه باستثمارات الطاقه تيجي تنتج كهربتها عندي وتبيعها في دولتها. عظيم. ممكن اعمل كده. تمام. ما
فيش حاجة تعوقني عن كده، هي قرار سياسي. قرار سياسي.